بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في هذا اللقاء سنحاول إن شاء الله حل الموضوع الأول لبكالوريا 2018، لكن قبل ذلك نعود إلى هذه الملاحظة والتي تذكرنا فيها صاحبتها جزاها الله كل خير أن التغذية في تصحيح المعقب الهوائي غير موجودة، وبالفعل هذه التغذية سقطت من سهو في التصحيح، لذلك يجب إضافتها. وبالتدقيق قليلا نلاحظ أن إكس 200 التي تنشط المقياس الأول وتعطل المقاييس الأخرى غير موصولة بالمداخل R للمقياس 14 و11، وR يمكن ربطها مباشرة بإكس 200 أو يكفي كتابة إكس 200 بجوار المنفذ R. أما السؤال الأول وكما هو معتاد يطلب فيه إتمام التحليل الوظيفي التنازلي، والأفعال المرفقة لعلب هذا النشاط البياني هي على التوالي: امسك الصفيحة الكرتونية للعلبة الأولى، وحول الصفيحة أو حول الصفيحة إلى مركز التشكيل والطي للعلبة الثانية، شكل وطوي جوانب الصفيحة للعلبة الثالثة، وإخلي الغطاء المشكل للعلبة الرابعة. أما الدعامات فهي على التوالي: نظام المسك، نظام التحويل، نظام التشكيل والطي، ونظام الإخلاء. أما معطاة الدخول للعلبة الأولى فهي صفائح كرتونية، معطاة الدخول للعلبة الثانية صفيحة ممسوكة، ومعطاة الدخول للعلبة الرابعة صفيحة مشكلة ومطوية. أما معطيات الخروج للعلبة الأخيرة فهي أغطية جاهزة وتقارير. السؤال الثاني: انشئ متمن وشغولة التحويل. ولإنشاء متمن هذه الأشغولة نحتاج إلى الوصف من دفتر الشروط، فعملية تحويل الصفائح الكرتونية من مركز التخزين إلى مركز التشكيل والطي يتم بواسطة الرافعتين A و B، وهذا وفق هذه الدورة، والتأثير على B1 يؤدي إلى تحرير الصفيحة من الساحبة الهوائية B من لافونتوز عن طريق دي في موا للموزع. نحتاج أيضا إلى جدول الاختيارات التكنولوجية والذي يحصي مختلف المنفذات والملتقطات المستعملة في هذه الأشغولة، كما نحتاج إلى المناولة الهيكلية للنظام والتي تساعد على فهم تدرج مختلف الأشغولات. وبداية هذه الأشغولة إذن تكون بخروج ذراع الرافعة A، وفي نهاية الخروج يضغط الملتقط A1، وهذا عندما تكون القطعة في مركز التشكيل والطي. عندها تخرج ذراع الرافعة B، وفي نهاية الخروج يتم التأثير على الملتقط B1 لتنفتح الساحبة الهوائية إلى فونتوز وتعود ذراع الرافعة B، وفي نهاية العودة تضغط على الملتقط BA مما يسمح بعودة ذراع الرافعة A، وفي نهاية العودة يضغط الملتقط A0. السؤال الثالث: اكتب على شكل جدول معادلات التنشيط والتخميل والأفعال لمراحل. أظن هنا أن الأفعال هي الأخرى، نسينا إضافتها في حل الموضوع الثاني. إذن لمراحل متمن الأشغولة 4 أي أشغولة الإخلاء، وتنشيط المرحلة الأولى وهذا مهما كان نوع الدورة يكون بالمرحلة الأخيرة والاستقبالية التي تليها، ولهذا المتمن تكون بإكس 44 في إكس 4 بار. أما تنشيط المراحل الأخرى في دورة خطية فيكون متسلسلا حسب تسلسل مراحل المتمن، وهذا يعني أن 44 تليها 40 ثم 41 ثم 42 وأخير 43 لترفق كل مرحلة بالاستقبالية الموافقة. أما المرحلة الأولى فيتم تعطيلها بواسطة المرحلة التي تليها، ليتم تعطيل المراحل الأخرى حسب تسلسل مراحل المتمن. فإكس 41 تعطل المرحلة 40 ثم 42 تعطل 41 43 تعطل التي تليها إلى أن نصل إلى المرحلة الأولى والتي تعطل المرحلة الأخيرة. أما إكس 200 فتسمح بتنشيط المرحلة الأولى وتعطيل بقية مراحل المتمن. وفي المخارج نجد المرحلة 41
تتحكم في دخول ذراع الرافعة جي. 42 تتحكم في خروج ذراع هذه الرافعة. و43 في تشغيل ملامس المحرك آم والمؤجل تي دو. في دارة التحكم للمعقب يكون التماس إكس 200 مفتوح، وعند انغلاق هذا التماس يتنشط المقياس الأول وتتعطل بقية مقاييس المعقب عبر المربط زاد بلس. أما في دارة الاستعمال فهذا التماس يكون مغلوق، وعندما يتدخل متمل الأمن ينفتح التماس فتقطع التغذية على كل المنفذات المتصدرة فتتوقف المنفذات. وتنشيط المقياس الأول 40 يتم بواسطة المقياس الآخر 44 عبر المرابط F2 و E1، وعندما ينشط هذا المقياس يعطل المقياس الذي نشطه عبر المرابط F1 و F3. المقياس 41 ينشط المقياس 40 عبر المرابط F2 و E1، وعندما ينشط يعطل المقياس الذي نشطه عبر المرابط F1 و F3. كما تضاف التماسات والملتقطات الموافقة لكل مقياس. في المقياس 43 مثلا ينشط عندما ينغلق الملتقط G1، والمقياس 44 عندما ينغلق التماس المؤجل للانغلاق T2. أما في دارة الاستعمال وحسب جدول التنشيط والتعطيل فإن المرح المؤجل للعمل T2 يشتغل مع ملامس المحرك آم عندما ينشط المقياس 43. أما دخول الرافعة جي فيتم عندما ينشط المقياس 41، وخروج ذراع هذه الرافعة يتم عندما ينشط المقياس 42. السؤال الخامس، حدد دور كل من الإشارتين X43 و X40. فX40 تسمح بإعادة العداد للصفر، أما X43 فدورها الإذن بالتأجيل. فهذا المدخل يكون خاملا ما دام X43 يساوي صفر، ولا يفعل إلا عندما يصبح X43 يساوي واحد. وواحد واحد يساوي واحد، متمم يساوي صفر. عندها تنتقل إشارة الساعة من الوضع المنطقي واحد إلى الوضع المنطقي صفر. وبهذا تصل نبضة بالجبهة النازلة إلى مدخل إشارة الساعة. السؤال السادس، حدد البنى أو الهياكل المادية التي تنشئ الوظائف التالية: الإذن بالتأجيل، توليد إشارة الساعة، والتأجيل. ومن خلال هذا السؤال يمكن استنتاج الجواب على دور إحدى هاتين الإشارتين. فتوليد إشارة الساعة يتم بالدارة الآن E555، الإذن بالتأجيل بواسطة البوابة ناند، والتأجيل بالعداد التصاعدي. فدور البوابة ناند إذن هو الإذن بالتأجيل. السؤال السابع، احسب دور إشارة التوقيتية من أجل RP يساوي 16 كيلو أوم. ولأن المكثفة C تشحن عبر المقاومات R1 RP و R2 وتتفرع عبر المقاومة R2، ولأن هذا المذبذب مذبذب عديم الاستقرار، فإن العلاقة التي تحدد هذا الدور هي T يساوي R1 زائد RP زائد 2 R2 في C في ln 2، وT يساوي 0.308 سكوند أو 300 ملي سكوند. كما يمكن حساب الدور باستعمال مقاس العداد ومدة التأجيل. ولأن مدة التأجيل T2 تساوي مقاس العداد في الدور T، فإن T يساوي T2 على آن ويساوي 0.3 سكوند أي 300 ملي سكوند. السؤال الثامن، احسب النسبة الدورية سيغما الموافقة. والنسبة الدورية تساوي زمن الشحن تي اش على الدور تي، وزمن الشحن يساوي ار1 زائد ار بي زائد ار2 في سي في الان2. وفي الان2 لانها المذبذب مذبذب عديم الاستقرار، والتي كما راينا من قبل يساوي ار1 زائد ار بي زائد 2 ار2 في سي في الان2.
وباختزال سي في ألان 2 على سي في ألان 2 نحصل على سيجما تساوي R1 زائد RP زائد R2 على R1 زائد RP زائد 2 R2. وبعد التعويض وإجراء العملية الحسابية نحصل على سيجما تساوي 0.95 أي 95%. السؤال التاسع، استنتج الحالة المنطقية لمخارج العداد QA QB QC QD من أجل الحالتين المنطقيتين R01 R02 R91 و R92 يساوي 1، والحالة الثانية R01 R02 يساوي 1 و R91 يساوي 0. وبالعودة إلى وثيقة الصانع لا نجد أي توفيقة تكون فيها كل هذه المداخل تساوي 1، والتوفيقات التي تكون فيها إما R01 و R02 تساوي 1 أو R91 و R92 تساوي 1 هي هذه التوفيقات الثلاث. لكن في التوفيقة الأولى نجد R91 يساوي 0، وفي التوفيقة الثانية R92 تساوي 0، أما في التوفيقة الثالثة R91 تساوي 1 R92 تساوي 1. أما R01 و R02 والتي يمكن إعطاؤها إما القيمة الثنائية 1 أو القيمة الثنائية 0 فنعطيها القيمة الثنائية 1، وبذلك نحصل على 1 1 1 1. فالتوفيقة إذن التي توافق هذه الحالة المنطقية هي التوفيقة الثالثة، وفي هذه التوفيقة المخرج QA في المستوى العلوي ويساوي 1، QB في المستوى السفلي يساوي 0، QC في المستوى السفلي يساوي 0، وQD في المستوى العلوي يساوي 1. أما التوفيقة التي يكون فيها R01 و R02 يساوي 1 فهي التوفيقة الأولى والتوفيقة الثانية. لكن التوفيقة التي يكون فيها R91 يساوي 0 هي التوفيقة الأولى. أما الحالة المنطقية للمدخل R92 فلا تهم لأنها قد تأخذ القيمة الثنائية 1 أو 0، وبهذا تكون المخارج QA تساوي 0، QB تساوي 0، QC تساوي 0، وQD تساوي 0. السؤال العاشر، اكمل رسم المخطط المنطقي لإعداد مقاس 60، ولأن رقم الأحاد هو 0 ورقم العشرات 6 وستة يوافقها في الثنائي 0 1 1 0، والمخارج الموافقة لهذه القيم الثنائية هي على التوالي QA QB QC وQD. وبهذا فإن المخارج التي ستربط بمدخلي البوابة AND هي المخارج QB وQC. وبعد توصيل كل من QB وQC لطبق العشرات بمداخل هذه البوابة نوصل بالكتلة كل من مداخل الجي ان دي ومداخل الإرغام للتسعة R91 و R92، ثم نوصل مداخل الإرغام للصفر R01 و R02 بX40، والمداخل VCC توصل بالتغذية زائد 5 فولت. أما مخرج البوابة ناند فيوصل بمدخل إشارة الساعة لطابق الأحاد، ومخرج القلاب الأول للطابقين يوصل بمدخل إشارة الساعة للقلاب الثاني. والسؤال 11، حدد وظيفة الدارة 1، وهذه الدارة تمثل لورلوج إكسترن أو الميقاتية الخارجية وتواترها أكبر من تواتر الميقاتية الداخلية بأربع مرات، ودورها يتمثل في تنظيم وتسريع عملية تنفيذ التعليمات. السؤال 12، املئ على وثيقة الإجابة محتوى السجلين تريس أو تريس بي. ومن خلال هذا الشكل نلاحظ أن كل منافذ البور بي برمجت كمداخل، المنفذ ار ا 0 للبور ا برمجة كمدخل، المنفذين ار ا 1 و ار ا 3 برمجة كمخارج،
أما المنافذ RA2 و RA4 الغير مستعملة فيمكن برمجتها كما داخل أو كما خارج. إذن المنافذ التي برمجت كما خارج تأخذ القيمة الثنائية 0، أما المنافذ التي برمجت كما داخل فتأخذ القيمة الثنائية 1. السؤال 13، اكمل جدول التشغيل على وثيقة الإجابة. ومن خلال هذه الوثيقة فعندما تكون درجة الحرارة في المستوى السفلي أي 80 درجة فإن هذا يسمح بانطلاق عملية التسخين، وعندما تصل درجة الحرارة إلى الحد الأعظمي فإن عملية التسخين تتوقف. وفي بداية التسخين يأخذ هذا المنفذ الوضع المنطقي 1، والمقح الذي يشتغل في التبديل يصبح مشبع مما يؤدي إلى تحريض المرحل KA والذي يغلق التماسات التي يتحكم فيها، فيتحرض المرحل KR والذي يغلق هذه التماسات فتتغذى مقاومات التسخين. وعندما تصل درجة حرارة المقاومات إلى 100 درجة مئوية يتوقف التسخين، فيأخذ هذا المنفذ الوضع المنطقي 0، فيحجز المقحل تي، فيفقد المرحل KA التحريض لتعود التماسات إلى وضعية الراحة، ومعها يفقد KR التحريض مما يسمح بانفتاح هذه التماسات فتفقد مقاومة التسخين التغذية. وبهذا عندما تكون درجة الحرارة في المينيموم فإن هذا المنفذ يأخذ الوضع المنطقي 1، تي يكون مشبع، KA محرض، KR محرض، والمقاومات مغذات. أما عندما تكون درجة الحرارة هذه في الماكس فإن المنفذ يأخذ الوضع المنطقي 0، المقحل يكون محجوز، KA غير محرض، KR غير محرض، والمقاومات غير مغذات. السؤال 14، احسب VTT max و VTT min الموافقين لتيتا ماكس وتيتا مين، وفيتيتا التي تساوي 0.03 في تيتا تساوي من أجل تيتا ميني 0.03 في 80 وتساوي 2.4 فولت، ومن أجل تيتا ماكس تساوي 0.03 في 100 وتساوي 3 فولت. وأخيرا الأسئلة الخاصة بالمحرك، وبسبب خلل في هذا المحرك استلزم استبداله، ومن أجل ذلك تم أخذ الخصائص الكهربائية من اللوحة الإشهارية 220 فولت 380 فولت، المردود 70%، والاستطاعة المفيدة 0.55 كيلووات. والمطلوب وباستعمال الوثيقة 3، عين نوع المحرك المناسب، استخرج المقادير الإسمية، سرعة الدوران، معامل الاستطاعة، النسبة بين التيار الممتص وتيار الإقلاع، ثم احسب في التشغيل الإسمي الاستطاعة الممتصة وتيار الإقلاع. التوترات 220-380 فولت أصبحت غير مستعملة وعوضت بالتوترات 230-400 فولت. ونوع المحرك الموافق للمقادير 0.55 كيلووات ومردود 70% هو LS71L. والسرعة الإسمية لهذا المحرك هي 1400 تور بار مينوت. أما نسبة تيار الإقلاع والتيار الممتص هي 4.8. ومن هذا الجدول يمكن استنتاج أيضا عامل الاستطاعة والذي يساوي 0.7 والتيار الإسمي والذي يساوي 1.62. ومن العلاقة الخاصة بالمردود والتي تساوي الاستطاعة المفيدة على الاستطاعة الممتصة يمكن استنتاج الاستطاعة الممتصة والتي تساوي PU على ني وتساوي 550 على 0.7، وهذه الاستطاعة الممتصة تساوي 785 واط. ومن نسبة تيار الإقلاع على التيار الإسمي والتي تساوي 4.8 يمكن استنتاج تيار الإقلاع والذي يساوي التيار الإسمي في 4.8 مع إيان من الجدول والذي يساوي 1.62 أمبير، 1.62 في 4.8
يساوي 8.16 أمبير. بهذه النتيجة نكون قد أنهينا هذا الحل. أستودعكم الله.